تعالى لي بقى لأنه عندي كده إيه موضوعين مهمين. قدامنا شوية وقت. امبارح تم تداول أخبار رحيل جوزي جوميز مدرب الزمالك وأنا عمري ما اتكلمت على جوميز هنا إلا أن قلت دايماً أقول عليه مدرب كويس. ورأيي في هذا الرجل أنه مدرب كويس وأنه بالتأكيد خسارة نادي الزمالك. وجوميز أبلغ الزمالك بالأمس أنه راحل وحاول كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك انه يقنعه بالليل قعد معاه فتره طويله السيد هاني بيرزي تدخل شويه الراجل كان خلاص وموقع ومخلص كل حاجه وهو سيغادر غدا ان شاء الله الى البرتغال ومنها الى المملكه العربيه السعوديه لتولي تدريب نادي الفتح مش هتكلم على مشاكل ولا هتكلم على ازمات وانا ما ما مش مخول بده لكن اللي انا عرفته انه تم تشكيل جهاز لقيادة الزمالك أمام المصري بقيادة كابتن أحمد مجدي اللي كان مساعد جوزي جوميز واللي جوزي جوميز واخده معاه لكنه هو هيقود مباراة المصري القادمة ومعاه حازم إمام الصغير ومعاه عماد المندوه مدرب حراس مرمى وقد يكون معاه حد كمان من داخل النادي ده الأنباء التي ترددت وأنا كتبتها منذ قليل ماشي أدي واحد اتنين بقى لانه ده مهم قوي. جوزيه مشي ليه؟ بدا البعض ايه يقول ايه لا دي لعبه من النادي الاهلي، قسما بالله لو انه النادي الاهلي هو اللي مشى جوزيه جوميز بتاع الزمالك ده يبقى نادي عبقري. يعني لو النادي الاهلي الى هذه الدرجه هو متغلغل ومسيطر داخل نادي الزمالك وإنه يقدر يجيب أندية من بره، وإنه يقدر يجيب عرض، وإنه يجيب عقد بعد اليوم اللي قال عليه أمين صندوق النادي إنه الراجل ده زملكاوي ومن مواليد متعوبة وبيعشق الزمالك وإنه قاعد وإنه 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 والنادي الأهلي يقدر يعمل ده، ده يبقى عبقري. ده تبقى عبقرية الأداء بقى. ده يبقى الأهلي ده أكبر جهاز مخابرات في الدنيا في الرياضة، يعني ما فيش بعد كده. إنك توصل إنك تعرف تعمل ده في وسط ما الرئيس بتاعهم وامين الصندوق ونائب الرئيس واعضاء مجلس اداره ناس بتتكلم وبتقول واعتبروه وقع واعتبروه جدد ولي ولي بعدين فجاه تلاقيه خرج ده يبقى الاهلي ده 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 يعني ده عظيم وعبقري وانه بيخترق ده وانه نادي الزمالك لازم يخلي باله لازم طول ما ماشيين يبصوا وراهم كده ويبصوا قدامهم افضل كده بقى خاف بقى لانه ممكن تلاقي حد بقى من مجلس اداره نفسه مشي، تلاقي حد من مش عارف من جهاز ايه، تلاقي ايه، طالما الناس بت بالشكل ده، كل ما يمشي مدرب تقول الاهلي، كل ما يمشي لعيب تقول الاهلي، كل ما يمشي اداري تقول الاهلي، ده انت ده الاهلي ده، ده الاهلي عظيم ده عبقري. يعني الاهلي مش عبقري في الملعب بس انه بياخد بطولات، مش عبقري بس على المستوى العالمي انه مشرفك، مش عبقري بس على مستوى افريقيا انه آه آه انه ما شاء الله بيصول ويجول في القاره الافريقيه كلها، لا ده عبقري في ده كمان. انه بيعرف الحاجه اللي تعكننك يخشلك لك يبوظها لك يعني يعكن عليك بيها ده اذا كان بيعمل كده يعني بجد يعني ما هو انتوا قولوا لي الاهلي ولا مش الاهلي وكولر ليه ما بيجيلوش عروض وجوميز ليه هو اللي بيمشي والقصه ليه وانتوا اللي ورا الموضوع عبقريه الاداء عبقريه مخابراتيه رياضيه يعني ده مخ برلنت بصراحه يعني يعني اللي بيخطط كده اقول له والله العظيم برافو عليك يا عم وقف وبص وشوف اخطائك شوف انت بتغلط في ايه والخطا بيتكرر عندك ليه سواء في لعيب او في مدرب او في اداري او في اي حد ما هو اسهل حاجه الحاكم خسرت الدوري ليه الحكم خسرت افريقيا ليه الحكم خسرت مش عارف ايه الحكم فادي شماعه المدرب مش ليه الاهلي مش عارف اللعيب مش ليه الاهلي اللي... يطلع اللعيب يقول لك انا جيت وقعدت واستنيت ويا جماعه ويا و برضه الاهلي يقول لك بص اهو كان مفضلنا الاول طيب فضلك ما خدتوش ليه؟ المدرب بيحبك ما جددتلوش ليه؟ المدرب عايزك ما مضيتوش ليه؟ هو اي حاجه لازم ترمي على اي حد ما تبص كده يعني بص يمينك بص شمالك عشان تشوف اخطائك وتتعلم منها بقى لكن ايه يلا بينا في مسرحيه حلوه لسائل عادل امام اسمها ساد الشغال الواد ساد الشغال يقول لك يلا نكسر كم مليون جيبوا مفازات وبتاعته يلا نكسر كم مليون هنا يلا نرمي كم مليون اشاعه وكم مليون حدوته جميل انت بتعظمني انت كل شويه بتقول لي انت ما فيش زيك يا اهلي انا مش قادر عليك فعلا فينا اغنيه عبد الوهاب انا مش قادر عليك انا ما مش قادر خلاص انت انت في كل حته في كل مكان مش من السهل ان من عندك لعيب يخرج الا بمزاجك مش من السهل ان مدرب عندك يخرج الا لما تقول له متشكرين مش من السهل انه اي حد يغلط الا لما تعاقبه ما هو انت اللي بيغلط بتعاقبه فالمدرب اللي موجود يقول لك ايه الناس المحترمه دي اللي بيستهين بيقعد فالراجل يقول لك ايه 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 الاداره المحترمه دي اللي بيخرج عن النظام عارف عقوبته ايه وماشي فين ورايح فين فكل حد بيجي فبيحترمك فبيبقى ماسك فيك لما تيجي تمشي تقول له يقول لك انا عايز اقعد تقول له كده تمام الحمد لله احنا الحمد لله والشكر لله ونفضل حبايب حبايب قرايب قرايب لكنه انتهينا ما حدش بيسيبك انت صاحب القرار فانا ماليش دعوه بقى لكن عايز يبقى لي دعوه خلاص انا ليا دعوه ونص انت حابب ان انا ليا دعوه رغم رغم انك لم توجه لي الدعوه لكن انا بقيت انا انا صاحب الدعوه خلاص انا صاحب الدعوه ادعو من اشاء فكروا يا جماعه شويه هو كلهم ما بيجولوش عروض ليه وانا مش محتاج افكر لك ان دينو لامبرتي لما كان معاه لك انه كولر لما جاله العروض وعروض اكبر وفلوس كتيره جدا 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 لكن هو شاف نظام النادي الاهلي قال لك انا مكمل مع النادي الاهلي ايوه والاهلي بيقدره ايوه ما واخد 11 بطوله ما قدروش ليه ما واخد 11 بطوله لازم اقدره طبعا لازم يتقدر لازم يتقدر ويتشال على الراس كمان واخد بطولات وعمل انجازات وعمل نجاحات فلا بد ان يكون هناك تقدير للمدرب ولا بد ان اداره النادي تتمسك به ولا بد ان اللعيبه من كل انحاء الارض نفسهم يلعبوا في النادي الاهلي، اللي جاي من فرنسا واللي جاي من الدنمارك واللي جاي من السويد واللي جاي من كل حته واللي جاي من المغرب واللي جاي من تونس واللي جاي من اي مكان اه طبعا يبقى جاي فرحان مبسوط وسعيد جدا انه في النادي الاهلي يعني. فهذه عبقريه الاداء في النادي الاهلي عبقريه النجاح في النادي الاهلي انه الناس قادره توصل الى كل هذه النجاحات. والشطارة دي بسم الله ما شاء الله فأنت نفسك بقى أنت مش مش شايف الدنيا جنبك عاملة إزاي ما أنت بقى دور على على خلاجاتك يعني دور على حاجاتك شوفها عاملة إزاي النهاردة الاجتماع اللي اتعمل في الزمالك حضروا كل الأعضاء باستثناء السيد هاني شكري ومحمد طارق والسيد هاني برزي بس هاني برزي دخل شوية بالزوم يعني معاهم في النهاية واللي استقروا فيه حسب ما قيل لانه ممكن القرارات دي تتغير لكنه حسب ما عرفنا انه احمد مجدي وحازم امام الصغير وعماد المندوه ممكن بعد ما نعلن الحاجات دي يقول لك لا هو اعلن كده طب تعالى نغير وارد جدا بس انا بقول لك دي القرارات اتخذت تم ابلاغهم تم ابلاغهم يعني هيمرنوا بكره وشغالين بكره وكل حاجه يعني لانه الظاهر هو عيب ان انت تقول اخبار زي دي هو صح انك تحاول تحافظ على سريتك انك تشوف اخطائك ايه وتصلحها لانه الناس بتتداول تصريحات للسيد امين الصندوق قبلها بيوم ده الراجل ده مصري وزملكاوي ومواليد متعوبه جميل وتاني يوم الراجل الراجل عمل بيان النهارده قال لك بقلب مثقل ودموع تنهمر هو راجل والله انا بحبه جدا بس هو راجل فهم السيكولوجيه المصريه فعرف يلعبها بشكل بشكل جيد يعني وعجبني زميلنا العزيز معلقنا محمد الشاذلي قال لك انه جوزي جوميز خرج من مصر ولكنه سيعود يوما ما مؤكد سيعود يوما ما الى مصر مؤكد سيعود يوما ما الى مصر انه مدرب كويس ومدرب محترم ومدرب كبير الحياه وراجل كويس راجل ملو هدومه يعني زي ما بيقولوا وانا بعتقد ان كان ليه دور كبير جدا في انتصارات نادي الزمالك الاخيره جوزي جوميز مدرب جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك قال لك بقلب مثقل ودموع تنهمر على خدي اكتب هذه الكلمات لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم وبلا وكلام كتير وحالفني الحظ بلقاء هؤلاء الذين وظفوني وانه ممتن ويحمل في قلبي والفوز ببطولتين شكرا للشعب المصري قررت الان انهاء عقدي مع الزمالك لاني اشعر ان الظروف اللازمه لمواصله جلب الالقاب لجماهيرنا غير متوفره. تمنى ان يتحسن كل شيء في تنظيم هذا العملاق في عالم كره القدم برحيلي هذا ليس وداعا بل مجرد لقاء لاحقا يعني راجل شديد الادب حتى حتى هو بيمشي راجل شديد الادب وشديد الـ 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 الاحترام يعني عموما بنقول لجوزي جوميز يعني كتر خيرك انت محترم وما حد سمع منك حاجه والان تستطيع لجنه الانضباط ان تعلن القرارات المؤجله منذ اكثر من سته اشهر وده انا قلت امبارح مع فارس واسامه يعني بكره بعده ممكن يعلنوا القرارات بقى ما يعني ما يبقاش فيها مشكله لانه مروان حمدي مش هيبقى فيه مشكله فمش هيبقى فيه مشاكل يعني لانه القرارات دي ما بتقعدش على الناس اللي بره يعني انت بتدرب بره ما لهاش علاقه يعني لما ترجع مصر مره تانية ممكن يحصل يعني فالان ازيل الحرج عن لجنه الانضباط او بلاش لجنه الانضباط على الاتحاد المصري لكره ال